ده مركز استضافة وتوجيه المرأة. المركز ده بيستضيف السيدات المعرضات للعنف أو اللي تعرضوا للعنف قبل كده، بيوفر لهم مكان آمن، بيت آمن، بيوفر لهم استشارات اجتماعية ونفسية وقانونية، ولو هم محتاجين ان هم يروحوا مستشفى أو حاجة زي كده أو لدكتور نفسي برضو بيوفر لهم إحالة لبعض المستشفيات. المكان بيستضيف السيدات وأطفالهم، نستضيف البنات لغاية أي سن، الأولاد لغاية 10 سنين. هي بتبقى سيدة تعرضت للعنف، العنف مش لازم يكون جسدي، ممكن يبقى نفسي أو ممكن يبقى اجتماعي، ممكن يبقى تحرش، ممكن يبقى حتى عنف اقتصادي إنها محرومة من الميراث أو من حقوقها الاقتصادية، ممكن يبقى عنف جسدي. فإحنا بنستضيف كل السيدات اللي بتلجأ للمكان. محتاجين من الناس انها تعرف اكتر ان الاماكن دي موجودة وان في بيوت امنة للسيدات بتوفر لهم خدمات كويسة، بحيث ان هم يقدروا يلجأوا للمكان لو هم حابين. اي امرأة تعرضت لعنف، العنف بصفة عامة انواعه واشكاله مختلف طبعا، فبنتم استضافة المرأة وتم استقبالها الأخصائية الاجتماعية اللي موجودة ومعرفة المشكلة بتاعتها وإعادة تأهيلها نفسيا واجتماعيا واقتصاديا في بعض الأحيان. لو هي أغلب طبعا الحالات اللي مترددة بتبقى الناحية الاقتصادية بتاعتها سبب المشكلة أساسا، يعني غير بقى الإدمان من الزوج أو خلافه. يعني بعد ما بتم إعادة تأهيلها نفسيا واجتماعيا وبنعرف سبب المشكلة، بنستضيف إذا كان الزوج بنستضيفه عندنا في الجمعية في مقره في الجيزة. أنا بعمل معاه مقابلات وجلسات عشان برضو أعرف المشكلة منه، وبعدين بنقابل الاتنين مع بعض عشان طبعا ساعات ده بيقول كلام ودي بتقول كلام، لما كان بيواجهوا مع بعض بتبان الحقيقة. وبنحاول طبعا الهدف إن عدم تفكك الأسر. إحنا أي سيدة معنفة من المجتمع، من البيت، من الزوج، من الأسرة، أي عنف يقع عليها بنستقبلها. بنقسم قسمتين، استشارة لو هي جاية على أساس تتكلم تفضفض، أو استضافة لو هي ملهاش مأوى للإقامة. بتبتدي بنستقبلها، بنتكلم معاها، بنقعد معاها، بيانات أولية في الأول، لأن الست اللي جاية للاستضافة بتكون منهكة فمش قادرة تتعامل أو تتكلم. بناخد مختصر، بتبتدي تخش أوضتها، عايزة تستريح، عايزة تشطف، عايزة تقعد بقى تسترخى، تقعد. وبعد كده ما تصحى نبتدي نتكلم معاها، نشوف بقى البيانات الأخرى. أنا وجودي هنا في المكان إن أنا بستقبل الحالة أول ما بتيجي، بقعد معاها أشوف إيه المشكلة وإيه نوعها، بتتعرض لأي أنواع من أنواع العنف سواء من الأهل سواء من الزوج، بقعد معاها ونتكلم، وبعد كده بأدخلها الأوضة بتاعتها، أعرفها بالمكان، أعرفها بالموجودين، أعرفها بالقوانين واللائحة الداخلية للدار عشان ما نختلفش بعد كده، المواعيد طبعا دي اللائحة الداخلية، المواعيد دخول خروج كده. يعني أصعب الحالات حالات الاغتصاب. بيجي لنا حالات اغتصاب. اغتصاب ساعات بيبقى زنا محارم. احنا معظم الحالات اللي عندنا بتيجي بنعمل لها تمكين اقتصادي. احنا بما اننا في 6 اكتوبر ففي المنطقه الصناعيه فرصه كبيره ان المصانع كلها موجوده. الحاله بتقعد من اسبوع ل 10 ايام 15 يوم على حسب يعني المشكله اللي جايه فيها، بعد كده بتنزل تدور على شغل. احنا الاقامه عندنا من 3 شهور، بنجدد لثلاثه، بنجدد لثلاثه، لو في احتمال انها تقعد اكتر بنعمل استثناء من الوزاره وبنقعدها لغاية ما بتحوش فلوس الشقة وبتاخد إيجار جديد وبتاخد شقتها وبتبقى عندها شقتها وعندها شغلها، فبنعمل لها تمكين اقتصادي وبتقف على رجلها وبتبقى سيدة قرارها. لغاية دلوقتي احنا عندنا 8 مراكز في كل أنحاء الجمهورية. الـ8 مراكز دول 2 منهم اتطوروا، مركز في الدقهلية ومركز في المنيا، واحنا دلوقتي في اعداد تطوير 3 مراكز تانيين، ده واحد منهم المركز بتاع الجيزة، وهنطور بتاع الفيوم وبتاع اسكندرية كمان.